أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه. فيها نتوقف عند إصدار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارا لصالح جبهة البوليساريو يبطل بشكل نهائي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية يتعلقان بالصيد والزراعة. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الرباط الدكتور الأحسن قرطيط أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة دكتور الأحسن قرطيط. شكرا لكم. مرحبا كل الترحيب بك، ورحبا وأنت أيضا بضيفي في الجانب المقابل من فالنسيا الإسبانية السيد أوبي بوشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة سيد أوبي بوشراي البشير. اهلا وسهلا، مساء الخير. فقط التصحيح، انا ممثل جبهه البوليساريو في سويسرا ولدى الامم المتحده والمنظمات الدوليه بجنيف. مساء الخير استاذ حكيم. اهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تصحيح صفتك. مرحبا بكم كل الترحيب. بدت ان اسال اولا، ما تعليقكما على ابطال محكمه العدل الاوروبيه اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ولماذا اعتبر انحيازا سياسيا على حد تعبير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة؟ أطرح لك السؤال أولا دكتور الأحسن قرطيط أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير، مرحبا بك من جديد. مساء الخير. بداية ينبغي القول على أن القرار محكمة العدل الأوروبية هو سقطة قضائية وقانونية بكل امتياز، لأن الطبع السياسي واضح وجلي في هذا القرار، على اعتبار أن بعض المغالطات أو بعض الوقائع التي ما تم اعتمادها وبعض العناصر التي تم اعتمادها على المستوى القضائي هي من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وأعتقد على أن هذا الأخير سبق وأن قال كلمته فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والقرار 2703 الأخير وقبله توصيات مجلس الأمن كلها تتحدث على أن هذا النزاع من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وفيه توصيات واضحة حددت أطراف هذا النزاع وفيه دعم واضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية. قرار محكمة العدل الأوروبية هو قرار يعني الأوروبيين بشكل واضح، على اعتبار أنه يضع الاتحاد الأوروبي في إشكال غير مسبوق، في مأزق غير مسبوق، في مواجهة مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي. والدليل على ذلك هو مباشرة بعد خروج قرار محكمة العدل الأوروبية كان هناك الإعلان المشترك للممثل السامي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل وفوندرلاين رئيسة المفوضية الدرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. طيب سنأتي على ردود الفعل الأوروبية خلال لحظات دكتور. الاتحاد الأوروبي بالشراكة الاستراتيجية مع سنأتي على ردود الفعل خلال لحظات الأوروبية وهذه المواقف الأوروبية المتناغمة من أجل حماية هذه الشراكة، ولكن لماذا اعتبر انحيازا سياسيا؟ هذا سؤالي لو سمحت، صارخا كما يقول المغرب. هو انحياز سياسي لأن بكل بساطة أن محكمة العدل الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار التوجه العام داخل منظمة الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن هناك 19 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، وعلى رأسها الدول الكبرى، الدول المؤثرة في القرار الأوروبي، وبالتالي هي تغرد خارج الصرب الأوروبي، وفي نفس الآن هي تغرد خارج الصرب الدولي، على اعتبار أن التوجه العام على المستوى الدولي أصبح يعتمد مبادرة الحكم الذاتي كقلب للشرعية الدولية فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. طيب. هي قفزت عن المعطيات الموضوعية وعن الحقائق الموضوعية المرتبطة بهذا النزاع، وأتحدث بكل وضوح في كون أن الاتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية هي خاضعة للقانون الدولي. طيب سيدة قرطيط الفكرة واضحة. طيب بس اسمحك حتى أعطي
المشترك أو تصريح طيب. المشترك طيب حتى أعود إليك خلال لحظات سيدة قرتيت لو سمحت حتى أوفي ضيفي حقه من حيث الوقت. أيضا ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف سيد أبي بشراية البشير، ما موقفكم أنتم في جبهة البوليساريو من هذا الحكم؟ الخارجية المغربية تقول إنه انحياز سياسي صارخ، إن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة، أخطاء في الوقائع محل شبهات، بمعنى أنه مرفوض شكلا ومضمون. أولا فيما يتعلق عما إذا كان انحيازا سياسيا أم لا، في الحقيقة هو انحياز فقط للشرعية وللقانون الدولي، والموضوع الذي كان مطروحا على محكمة العدل الأوروبية، بالمناسبة هذا ليس أول قرار يصدر عن المحكمة، إنما تصدر عنها مجموعة من القرارات تباعا منذ سنة 2016 إلى الآن، وفي مجملها أكدت على ما أكد عليه القرار الصادر الأسبوع الماضي. هذا القرار بالإضافة إلى كونه انتصار لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وانتصار للقانون والشرعية الدولية، تفهموا فعلا حجم الألم الذي تحس به الرباط، لأنه شكل ضربة موجعة للمغرب، ولكن أيضا لحلفاء المغرب خاصة داخل أوروبا وبالمناسبة على رأسهم فرنسا وإسبانيا. موجعة للمغرب لماذا؟ لأنه نعرف بأنه الآن المغرب منذ سنوات منخرط في حملة لا تبقي ولا تذر لمغالطة الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بقضيتين. القضية الأولى المتعلقة بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، ويعني ما يقول ضيفك الاعتراف بالسيادة وإلى آخره ومجموعة القنصليات. القضاة الأوروبيون، المحكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة قضائية في الاتحاد الأوروبي وأكثرها احتراما حتى في العالم، تقول بأن المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، وبأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان، وهذا لديه تأثير مباشر على ما يروج له المغرب الآن حول ما يتعلق بمقترح ما يسمى بالحكم الذاتي، لأنك لكي يكون لك الحق في إعطاء إقليم وضع حكم ذاتي يجب أن تحل مشكلة السيادة. طيب أولا. طيب قبل أن نذهب لذلك سيد أبي بشاي البشير، فقط لأن النقطة هذه حتى قبل أن تتحدث تنتقل لو سمحت إلى نقطة أخرى لأنها مهمة. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا استغرب إصدار القضاء الأوروبي بل القضاة حكمهم قبل يومين من تركهم لمناصبهم، يعني الأمر بدأ غريبا نوعا ما. كيف تصف أنت هذا الأمر وكيف تفهمه؟ هل من تفسير له؟ لا أستغرب في الحقيقة. أولا اليوم تم تجديد الثقة في رئيس المحكمة، ومن خرج هم مجموعة من القضاة خرجوا إلى التقاعد، ولكن في الحقيقة الأكثر غرابة وأن يقوم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بالإعراب عن تغيير موقفه بشكل جذري. سنأتي على هذا الأمر. أشهر فقط قبل هذا سؤالي سيكون في مرحلة لاحقة سيد بي. نعم. فقط حتى نتقيد نواصل مع المحكمة لو سمحت. النقطة الثانية المهمة المتعلقة بالمحكمة بعد موضوع السيادة، طبيعة النزاع في الصحراء الغربية. المغرب يغالط العالم طيب. بأنه نزاع إقليمي ونزاع. طيب سنأتي على هذه الإشكال هذه النقطة أيضا. موضوعي الآن هو الحكم، سأعود لك خلال لحظات. أسمعك سيد أبي بشاي البشير، سأعود إليك لأن الموضوع الآن هو مسألة هذا الحكم، وسنعود إلى الخلافات المتبقية المتعلقة بباقي نقاط هذا النزاع. المحكمة اعتبرت أن المفوضية، حتى أعود إليك دكتور الحسن قرتيت من الرباط، المحكمة اعتبرت أن المفوضية الأوروبية تجاهلت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تقول إنه حتى ولو أنه تم استطلاع آراء السكان بهذا الشأن في الصحراء الغربية فإنها لم تكن لتعني موافقتهم، وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين الصيد البحري والزراعة قد أعطيا فوائد محددة وملموسة وجوهرية، وهو لم يكن يحصل وفق هذه المحكمة. تحديدا ما رأيك في هذا؟ ولو تعاقب لو سمحت أيضا إن أردت على ما ذهب إليه ضيفي في الجانب المقابل. كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. قلنا على أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو قرار مشبوه، والشبهة واضحة فيما أشرت إليه هو كون أن القضاة ستنتهي ولايتهم خلال الأيام القادمة، وبالتالي هذا وزير الخارجية يقول أن بعضهم غادروا منصبهم حتى نكون دقيقين، ولم يتحدث تماماً. بالنسبة لرئيس المحكمة الأمر ماهوش ليس مؤكدا فقط.
تماما صحيح صحيح الأخ حكيم، هناك قضاة انتهت مهامهم بشكل مباشر بعد بيومين قبل هذا القرار، لكن كما قلت أعود فيما يتعلق بالطابع السياسي لهذا القرار، وهو ما جاء أصلا على مستوى التسويغ القضائي، وأشرت أن أنت إلى الحديث عن شعب الصحراء الغربية وإلى الحديث عن تقرير المصير، لذلك قلت على أن محكمة العدل الأوروبية هي ترامت على اختصاصات مجلس الأمن على اعتبار أن هذا النزاع هو في دائرة النزاعات المرتبطة بالسلم والأمن سواء الإقليمي والدولي، وبالتالي ليس من صلاحيات محكمة العدل الأوروبية البت في هذا النزاع أو في طبيعة هذا النزاع، على اعتبار أن مهام محكمة العدل الأوروبية هي البت في الخلافات ما بين المؤسسات الأوروبية وهي تدير المجال الأوروبي، وبالتالي كما قلت لم تأخذ محكمة العدل الأوروبية بعين الاعتبار الوقائع السابقة، وهناك ما يسمى على المستوى الاجتهاد القضائي الدولي لبريسيدون السابقة، وهنا كان ينبغي لمحكمة العدل الأوروبية أن تسترشد بقرار محكمة مقاطعة تراكسون بفرنسا فيما يسمى بلا كونفيدراسيون بيزان، وحكمت وكان حكم محكمة مقاطعة تراكسون بإبطال الدعوة التي رفعتها جبهة البوليزاريو عبر لا كونفيدراسيون بيزان. كذلك القضاء الأنجلوساكسوني البريطاني سبق وأن أعطى موقفه ابتدائيا ونهائيا في قضية شبيهة بالقضية التي عرضت أمام محكمة العدل الأوروبية، وتم الإقرار على أن الاتفاقية ما بين بريطانيا والمغرب هي خاضعة للقانون الدولي. طيب، وهنا أعود للكلمة التي جاءت في التصريح المشترك، إن سمحت لي الأخ حكيم، التصريح المشترك لبوريل وفوندرلاين قال بكل وضوح على أن الاتفاقية خاضعة لمبدأ باكتا سان سيرفاندا، أي أن العقد شريعة المتعاقدين. وسأتي على هذه النقطة الآن دكتور الأحسن نقرتي. طيب استسمحك عفوا، سأتي على هذه النقطة الآن وأعطي الكلمة من فالنسيا الإسبانية للسيد أبي بوشراي البشير ممثل جبهة البوليساريو. وزير الخارجية المغربي اعتبر في آخر تصريحاته أن الحكم حكم المحكمة محكمة العدل الأوروبية لا حدث، لا يعني حتى المغرب، يقول أنه معزول ضربة سيف حتى في الماء. ضف إلى ذلك ما ذهب إليه ضيفي من أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين نفسها والمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيد أبي بوشراي البشير أكدا أن التكتل القاري يعتزم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات هذه الشراكة وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. بوريتا نفسه يتحدث عن دعم من 19 دولة أوروبية للموقف المغربي بشأن الصحراء. ما مدى ثقل هذا الحكم في ظل ردود الفعل الأوروبية هذا سيد أبي بوشراي البشير؟ دعني أولا أعلق فيما يتعلق بانتهاء مأمورية بعض القضاة بأن القضاة ليسوا ملوكا على كل حال، يعني كما هو الحال في المغرب، ولديهم عقد ينتهي ويذهبون إلى حتى القضاة ينتهي عقدهم في المغرب سيد أبي بوشراي البشير. طيب. بالتأكيد. طيب. فيما يتعلق بالنقطة الأخرى وأرجو أن تعطيني الوقت مما أكد عليه قرار محكمة العدل الأوروبية هو التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على اعتبار بأنه حق ثابت ومتأصل، وبالتالي يعني وضع النزاع في سياقه الحقيقي باعتباره نزاع تصفية استعمار. النقطة الأخرى هو التأكيد على أن جبهة البوليساريو باعتبارها ممثل للشعب الصحراوي لديها الشخصية القانونية التي تؤهلها للترافع أمام القضاء الأوروبي من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وحقوق الإقليم، والقرار يقول حق الشعب الصحراوي ولا يتحدث عن الساكنة، ويرفض التبريرات التي قدمتها المفوضية فيما يتعلق بمنافع كانت حقيقية أو متوهمة. فيما يتعلق بتصريح وزير الخارجية المغربي حين يقول بأنه لا حدث وبأنه المغرب غير معني بالموضوع، على كل حال الألم المعبر عنه يشير فعلا إلى أنه كان حدثا وحدثا جللا، وبأنه المغرب كان معني بذلك. حدث جلل لماذا؟ لأنه كل الدعاية المغربية الآن وكل المواقف المسجلة في أوروبا يعني تنهار كقصر من الأوهام، يعني بسبب هذا القرار. يجب أن نعرف بأنه دقيقة واحدة فقط، يعني ردود ما سقته لك من ردود الفعل الأوروبية يأتي خلاف ذلك الآن على هذا القرار سيد أبي، حتى نكون موضوعين. نحن نتحدث الآن
عن القضاة وعن كلام القضاة، كلام السياسيين شيء آخر. وعلى كل حال الاتحاد الأوروبي بمجموع، لا أتحدث عن موقف فرنسا، ولكن بوريل في تصريح سابق قال بأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمسار الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلى آخره. ولكن فيما يتعلق عما إذا كان حدث جلل أو لا، يجب أن نعرف بأن المغرب بعد فقدان هذه الاتفاقيات تفقد الخزينة المغربية وتمويل المغرب للاحتلال وسياسته في تشجيع الاستيطان. طيب. حوالي 4 مليار يورو على مدار هذه السنوات. وأيضا يجب أن نتذكر بأن المغرب كان شريك في هذا المسار من خلال نقابة المزارعين كومادير، ومن خلال اتفاق الصيد، ومن خلال مكاتب المحاماة العملاقة التي أشرها. طيب سيد أبي بشير البشير، طيب حتى أكون منصفا مع ضيفي في الجانب المقابل. طيب. ولكن القضاة اتخذوا قرارهم بناء طيب. على معطيات قانونية ليست معطيات سياسية. فقط. المغرب طيب. خبير بالسياسة وخبير بالابتزاز. أي. لم تجبني. طيب لم تجبني على سؤالي. نعود إلى هدوء يا سيد أبي بشير البشير، لم تجبني عن سؤالي بالنسبة لردود فعل القادة الأوروبيين الذين في تصريحاتهم أكدوا التزامهم بهذه الشراكة، ولكن سأعود إليه خلال لحظات. فقد أنوه لأننا نتحدث عن منطقة متنازع عليها ولا نتحدث عن منطقة محتلة. وأنا أطرح السؤال على الدكتور الأحسن لقرتيت، أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير. هل ستتأثر فعلا هذه الشراكة؟ هل سيتأثر المغرب بفعل بطلان هاتين الاتفاقيتين؟ كيف ستتعاطى الدول الأوروبية الآن مع قرار المحكمة الأوروبية؟ وأيضا إلى أي مدى موقف فرنسا الداعم لمقترح الحكم الذاتي كأساس للحل كان له أثر ربما في مقاربة الدول الأوروبية تجاه المغرب في ملف الصحراء الغربية؟ دعني الأخ حكيم أقول على أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يملك حتى قيمة الحبر الذي كتب به، وضيفك واهم إن كان يعتقد بأن محكمة العدل الأوروبية يمكن أن تعطل الدينامية التي يعرفها ملف مغربية الصحراء، وخصوصا الدعم الدولي والقاري المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية. كذلك قرار محكمة العدل الأوروبية هو لا يمكن أن يلغي الحقائق الموضوعية على الأرض، والتي تتعلق بكون أقاليمنا الجنوبية هي أقاليم تعرف تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. وأعتقد على أن تقرير المفوضية الأوروبية لسنة 2022 يشير بكل وضوح إلى استفادة ساكنة أقاليمنا الجنوبية من عائدات اتفاق الصيد البحري والزراعة. وأكثر من ذلك دعني أقول على أن قرار محكمة العدل الأوروبية بطبيعة الحال ليس له أي تداعيات سياسية فيما يتعلق بالمسار أولا الأممي، وفيما يتعلق كما قلت بالمسار السياسي لهذا النزاع، على اعتبار وأنا أشرت إلى ذلك في البداية أن التوجه العام داخل أوروبا وفقط خلال السنوات الأخيرة، السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، كان هناك اختراق جبار فيما يتعلق بهذا النزاع. وأعتقد بأن ما أوجع فعلا جبهة البوليزاري وخلفها الوكيل الجزائري هي الاستدارة التاريخية لإسبانيا، ومن بعدها الاستدارة التاريخية لفرنسا التي جاء موقفها جامعا لكل مواقف الدول الكبرى على الصعيد الدولي بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وقال فيها الرئيس ماكرون بالحرف على أن حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا في ظل سيادة المغرب. وبالتالي الوجع، كل الوجع عند جبهة البوليزاريو ومن يقف خلفهم، وبالتالي لن يجدي البترودولار في تغيير مواقف الدول. وحتى قرار محكمة، وأنا قلت على أنه على الأوروبيين أن يكنسوا أمام أبواب محكمة العدل الأوروبية، لأن هناك تناقض على المستوى المصالح. وأعتقد على أن هذا الوضع وأقول بها كل صراحة رب ضارة نافعة، لأن المغرب في مرحلة إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية مع الشركاء التقليديين أولا، ومع الشركاء على الصعيد الدولي. طيب. انطلاقا من مبدأ أولا تنويع الشركات، وانطلاقا من مسألة أساسية أن الموقف التفاوضي للمملكة المغربية هو قوي جدا، وأي مفاوضات جديدة ستكون بشروط جديدة. وأعتقد ما قاله السيد نصر بوريطة كان واضحا في كون لن تكون هناك أي اتفاقية ما لم تأخذ بعين الاعتبار مغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.